معنا عبر الهاتف مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة سكاي لاين الدولية سيد معاد حامد. سيد معاد أهلا بك، ولو تضعنا في صورة موقفكم من حملات التشويش بدءا المتعمد الذي تتعرض له ليبيا الأحرار، تفضل. تحياتي لكم ولجميع السادة المشاهدين. الحقيقة أن هذا التشويش المتعمد إضافة إلى الهجمات الإلكترونية على مواقع أو منصات التواصل الاجتماعي هو هدفه واضح، وهو عدم نقل الأخبار وعدم نقل التقارير، وهذا يعد مخالفة واضحة لجميع القوانين المحلية والقوانين الدولية. نحن في هذا البيان أدنا ما يحصل مع ليبيا الأحرار، إضافة إلى أن ذلك يعد محاولة لإسكات حرية الرأي والتعبير، وهو ما يجب علينا جميعا أن نقاتل لأجله لإيصال جميع الأصوات التي تريد التعبير عن المواقف في مختلف الاتجاهات. الجهات التي تقوم بهكذا أفعال وهو التشويش وكما ذكرت يعني إسكات حرية التعبير لدى المؤسسات الإعلامية، في أي خانة يمكن أن نضعه وفق المواثيق الدولية؟ هذا بالطبع، هذا هنا يعني نحن نتحدث عن تشويش تدعمه دول وجهات متنفذة في مثل هذه الحالات، لأنه لا يمكن أن يستطيع أي أحد أن يقوم بالتشويش على قمر نايلسات عن طريق مثلا قراصنة بدائيين أو محليين. هذا يعني نحن نتحدث عن أجهزة متطورة إلكترونية لا يمكن أن يتم الحصول عليها إلا من خلال دول. أيضا هنا نحن نطالب إدارة قمر نايلسات بالتحري وعمل التحقيقات اللازمة لاكتشاف من الذين يقفون وراء هذه، سواء كانوا كجهات أو كدول أو كمنظمات، والقيام بمحاسبتهم عن طريق رفع الدعاوى القانونية في تلك الدول إن كان ذلك بالإمكان، أو من خلال المنظومة الدولية من خلال مراسلة مثلا مجلس حقوق الإنسان والأمم المتحدة وجميع المنظمات المعنية بشأن حرية التعبير والرأي، سواء كانت إلكترونية أو عن طريق الفضائيات التلفزية. أشكرك سيد معاد حامد مسؤول قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة سكاي لاين الدولية.